التعازينا الخالصة إلى الشعب الزيمبابوي بعد وفاة الطالب ندوتسو بروسبير الذي اغتيل في مساء 5 فبراير 2013 وهذا وخارج الحرم الجامعي. ونضيف كذلك بأن من قاموا بهذا الإجرام تم القبض عليهم وهم 3 شبان. واصل سيد محمد رواس فيما يتعلق بتفاصيل هذه الحادثة. أنت قلت خارج الحرم الجامعي، لكن عندما يكون طالب من جنسية إفريقية كما حصل مع هذا الطالب من زيمبابوي، طرق حماية هؤلاء الطلبة؟ هذا الأمر كان يقع لأي أحد، طالب جامعي جزائري أو أجنبي. أكيد. هذا العمل الجبان. بالفعل هو عمل جبان، وربما حتى طلب الجامعيين الجزائريين تضامنوا في هذه الوقفة. سيد محمد رواس ابقى معي. تضامن كبير من الطلبة الجزائريين. سيد محمد رواس ابقى معي على الهاتف، لأنه لابد أن نتحدث عن كذلك الحماية في محيط الإقامات الجامعية. معي كذلك شريط أيمن، وهو رئيس مكتب عنابة للمنظمة الوطنية لطلبة الجزائريين. مساءك سعيد شريط أيمن. إذا لو نعود إلى تفاصيل ما حصل، والسبب ربما ما قدر كان ليقدر، لكن السبب الذي دفع هذا الطالب الجامعي للخروج من الإقامة الجامعية والتوجه إلى مكان آخر ليلا من أجل توفير وجبة عشاء، هو عدم وجود هو مشاكل داخل مطعم الإقامة. كان هناك احتجاج من طرف الطلبة، تم غلق مطعم الإقامة الجامعية الفرير. لماذا؟ بما كان هناك احتجاج من طرف الطلبة. الطلبة هم قاموا بغلق، يعني هذا الاحتجاج أدى إلى غلق قرار الغلق، أم هم من وقفوا أمام هذا الأمر؟ مسؤولية من في غلق مطعم الإقامة الجامعية؟ الإقامة هذه الاحتجاجات تتقع بأي طرف، ليس مسؤولية من. واصل سيد شريط، أنت معنا على المباشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل شريط أيمن معي عبر الهاتف؟ نعم أنا معك الأخت هاجر. أشكر قناة النهار على هذه الالتفاتة الطيبة. كان جميع معظم المنظمات الوطنية الطلابية المعتمدة من بينها المنظمة الوطنية لطلب الجزائريين في حركة احتجاجية، مما أدت إلى شل جل الإقامات الجامعية التابعة لسيدي عمار. نحن دخلنا في الحركة الاحتجاجية هذه نتيجة تعيين السيد مدير خدمات الجامعية سيدي عمار والسيد مدير خدمات الجامعية السابق لعنابة وسط، الذي أقيل منذ فترة وجيزة لا تتعدى شهر. نحن الآن قاعدين نحكيو على الحالة اللي أدتنا إلى شل معظم الإقامات الجامعية. نحن نفتح أكثر من مشكلة اليوم، ربما سلسلة مقتل هذا الطالب فتحت ملفات أخرى تتعلق بالخدمات الجامعية. حتى أوضح للمشاهد فقط الذي يسمع في هذه اللحظة أن السيد أيمن شريط أيمن معنا، وكذلك سيد محمد رواس ما زال معنا وهو مدير الخدمات الجامعية وله حق التدخل في أي لحظة. واصل شريط معنا. احنا تعيين هذا كان السيد مدير الخدمات الجامعية سيدي عمار المعين منذ 4 أيام. كنا ضد هذا التعيين لأنه تعرضنا في عنابة وسط كانت مشاكل عديدة وما زلنا ندفع ثمنها وقت الحالي. نحن لا نريد أن ندخل في المتاهة التي كنا نعيشها في مديرية خدمات الجامعية عنابة وسط، فكنا ضد هذا القرار، قرار التعيين لعينه السيد مدير خدمة الجمعية سيدي عمار محمد رواس الجديد. نتمنين احنا يكون تعيين مش في الحالة هذه، لأنه الأستاذ عنده مدة شهر من اللي أقيل من مديرية خدمة الجمعية عنابة وسط، فكيف يكون تعيين في مدة شهر لسيدي عمار؟ هل هو إشكالكم كل إشكالكم هو تعيين أي مدير سيكون؟ هذه الضجة اللي أفاضت الكأس، اللي أدت إلى
وأدت إلى غلق مطعم نعم الإقامة الجامعية. أيمن شريط، نظرا لفقدان الاتصال، شريط أيمن رئيس مكتب عنابة المنظمة الوطنية لطلاب الجزائريين. سيد محمد رواس، لديك الحق في الرد. مدير الخدمات الجامعية لسيدي عمار بعنابة المتدخل معنا ربما. لديك حق الرد، تفضل. لا، ليس لي أي رد. احنا الاتصال هذا كان للوقوف على حالة الطالب الجامعي. أوافقك تماما، أوافقك تماما، وأنا نجد متأسفين. أوافقك تماما، الطالب الجامعي احتجاج ولا قفل ولا تعيين ولا عزل، هذا القرار يرجع إلى السلطة، هذا موضوع آخر بالفعل، هذا موضوع آخر. سيد محمد رواس، فقط لنتحدث عن المطاعم أو الإقامات أو الوضع الأمني بمحيط الإقامات الجامعية، لأنه ربما ما حصل هذا اليوم. نعم سيد فضلي. محمد رواس، تفضل. تفضلي أنت بالسؤال. أنا سؤالي اليوم، عندما يدفع غلق مطعم بإحدى الإقامات الجامعية بالطلبة للخروج من الإقامة الجامعية في الليل وقد يكونوا معرضين للخطر كما حصل لهذا الطالب الزيمبابوي، متى تكون هناك وقوف على خروج ودخول الطلبة الجامعيين ليلا؟ يعني الخطورة ترتفع والاعتداءات نعرف أنها تكون مرتفعة في فترات الليل. ليس كان حدث على الساعة 7 مساء بتوقيت الشتوي، يعني نحن نتحدث السابعة مساء، لنتكلم على قفل ولا احتجاج، تكون الإعلانات يكون على علم قبل وقت الإنعام هذه الطلبة الأجانب، في نفس الوقت طرحوا الإشكال تاع الإعلانات بالعربية، ولا كانت هناك هذه الإعلانات بالعربية، وكما يقولوا احنا ما قدرناش نقراو بالعربيه يتو. سيد محمد رواس، مدير الخدمات الجامعيه بولايه عنابه.